السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قناة هديتي ذهبت إلى مدينة سالا، وذلك عند الفنان المبدع نبيل الشرقاوي، والذي أبى أن يستضيفنا في مجوهرته وليقدم لنا آخر ما أبدعه في تصميم المجوهرات. هذه الأساور أو الدمالج، وهي سرتلة كما تسمى باللغة العامية المغربية، وهي من تصميم أستاذ نبيل الشرقاوي، وهي من 18 كارة، يمكن أن ترتديها المرأة بلباس عصري أو بلباس بلدي. هذه مجموعة أخرى تسمى بكارتي، ذهب كارتي، ثلاث أنواع من الذهب: الذهب الأبيض، بلاتين، والأحمر والأصفر، وهي مشكلة من ثلاث قطع، وهي مخصصة لفئة عمرية شابة، ويمكن ارتداؤها الملابس العصرية. تصميم آخر للفنان نبيل الشرقاوي، وهي مجموعة من الأساور: ذهب كارتي، ثلاث أنواع من الذهب. ونلاحظ الإبداع للفنانين الذين يتعاملون مع السنابيل، إبداع في النقش وفي فن الزخرفة. وهذه المجموعة يمكن لباسها بلباس عصري أو تقليدي. هذه تشكيلة أخرى من إنتاج الأستاذ نبيل وبأحجار كريمة، وهي الذهب عيار 18 كارة بأحجار كريمة كما تلاحظون. ويمكن للمشاهد أن يلاحظ دقة العمل والفن في العمل الذي يقدمه السنابيل وصناعه لمشاهدينا، لمشاهدين قناة هديتي. حصريا على قناة هديتي، السنابيل يقدم لنا هذه المجموعة، وهي آخر ما أبدعه والذي يقدمه لجمهور قناة هديتي. وهذه القطعة التي تشاهدونها، وهي من تصميم الأستاذ نبيل، وهي من الذهب الخالص 18 الكارة، ومن تصميم طبعا الأستاذ نبيل. وهي مجموعة يمكن لباسها بلباس عصري كما تشاهدون، روعة ودقة العمل. شكل آخر، وهو مكون من ثلاث قطع وبأحجار كريمة، وهي من الذهب الخالص 18 كارة. يمكن لباسها بلباس عصري أو لباس تقليدي، وهي جميلة جدا هذه القطع التي تفنن فيها الأستاذ نبيل الشرقاوي، ويقدمها حصريا في قناة هديتي لمشاهدينا الكرام. لا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو الضغط على الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. شكرا على تتبعكم، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.